Good morning bestie, welcome back to a new vlog. كلنا ماشيين مع ليلي خاطرها عملة خاطرها أكالي لي عملة لا يوريكم ولا يروعكم. كرهبتي نيس deep cleaning والله very deep cleaning. مشي نطيش. I hate being messy على الأخر. جبت معايا مريول just in case ماسخ مريولي هذا. أما هذا مريول صوف هذا مريول نص ماسخ الكاميرا بشور شنعملو بخفان دو واتشو خاطر محبش نحكي في الموضوع خاطر حليب ايلاند بطلع للتالي حكيت فيه الموضوع باش نخلي وجهي وي باش يخلي وجهه في الانترنت وي ريحان وي يلا عملنا دامج كنترول اللي نجمناه يس ثلاثة سوية يا حبيني علاش باك علاش ساعتين ونص نغوندي بونتي تسعة على اساس باش ناخد ثمانية غير ربع. There's few stops to be done, man. You have to know, yes, it's sure. Telefonite. Let's go. Bismillah, Rabbi. Inshallah, man, نسيت حتى شيء. Inshallah. خاطر تصوروني نسيت حاجة. شنو بشي خويا عملي الحظ؟ سمعتني طويلة خويا. It's literally a road trip قاعدين نعملو فيها literally. بيان سور غنطلعو بلاصة بالدولز of course. مالا كيفاش باش ندفع كيفاش باش تخلص ريري ثاني والمثلث اللي كرها راح ثبتت وراح حتى شي ما غير وراي توا قامت الخمسة وخمسة راني توا قمت باش نعمل تلمي تايم نتاعي ومشيت حضرت اموري في عقلي اما نو اي كومون يا جماعة اي كومون حسيلو بغيف سبا غاف it's for the greater good it is for the greater good خاطر this is papers and I have to do what I have to do tout simplement for the fam the club your fam حسيلو عرس I wish I could have done Q&A. ولا إذا يا باش تشوفوه الفلوك الجمعة هذي ديجا عندي هبة الجمعة اللي بعدها باش تشوفوه ليلة عيد ميلاد أيلو نعملوها اعترافات ماما ولا نخليوها اش عندي أنا الجمعة هذيا what do I wanna vlog أنا I always vlog my life الحق and I love that about us على الاخر ونحسكم في الفلوكس هذوما تعرفوني وتعرفوا عيشتي وتعرفوا ريحان فريمون تعرفوا ريحان تشوفوني في لي مومون لي بلو فولنيرابل شفتوني فيهم I got things on camera that I would never have gotten معناها اذا كان on YouTube معناها اذا كان ما جيتش I vlog literally every day معناها فهمتوا everyday ish and I vlog الحق donc those kind of interactions نعملوهم مع بعضنا they mean the world to me الحق متاع ربي والفلوجز هذوما I know نحس اليوتيوب وماي سوشيال لايف وماي سوشيال ميديا لايف كلها تخليني ديما معناها I don't wanna be an example معناها هنا لكم انتوما ولا نحب نكون role model ولا نحب نكون أحسن نسخة من ريحان واللي نعمل فيه على السوشيال ميديا واللي نعمل فيه لهنا يحفزني فوالا سي سا لو مو يحفزني باش إني نخدم على روحي أكثر وإني نحسن من روحي أكثر فوالا سي سا أون فيت مش شفتش ما لويتي أنا اليوم الصباح كي قمت فهمتوني شنو نقصد
بيبي تطلع باش نعمل اعترافات ماما حاجات ما باش نعمل دخلة which is very important to me على en tant que maman. البارح كي حطيت في انستغرام اعطيوني اعترافات كم كأم هذيك باش نخليها فيديو وحده يهبط لو 8 نوفمبر يعني مش باش نمسو فيه. اما نحب نقول لكم حاجه للي لي فيوتور ماما ايل نو سون با انكور دي ماما ولا لي فيوتور بابا كيف كيف نعرفوا قليه من الرجال يتفرجوا فيا بيصمتوا صمت جدا هكا نعرفوا بعضنا دونك لي فيوتور ماما لي فيوتور بارون ان جينيرال سوا انسانت سوا tu comptes tomber enceinte يعني تحب تجيب صغار ولا تحب تجيب بيبي ولا سي دون تي بلان ولا ما نعرفش يعني comment ça se passe chez vous فهمت دونك نحب نقول لكم حاجه سورتو وحده قالت لي البارح وحده مش اثنين مش ثلاثه راهو قالت لي انا نحب نجيب بيبي ولا انا اونسونت اما خايفه لحيتي تتبدل سيستر حياتك باش تتبدل سيستر بيستي يور لايف از غون تشينج فور ايفر للابد يو ار نا جوين باك تو نورمال يور اولد نورمال از يو العادي نتاعك بل ما عادش باش يرجع كي درا شنو يصير بامبورت شنو لا فيناليتي دو شوز اللي انت باش تعيشيها فهمت ما عادش باش يرجع النورمال نتاعك يور اولد سيلف اتس غون ابجريد معناها انت باش تعيش ان ابجريد ما نجمش نكون داون جريد راه انك نزيد لك صغير في حياتك اتس نوت ا داون جريد اوكي بوتيتر انت توا يو ار ان ديبريشن ولا بوست بورتم بلوز ولا اما وي اول وينت ثرو ذات تختفى مع عبيد أكثر من عبيد بغيك حاسيل I hope no one lives that والله أما جوست باش نقول لكم اللي ما عمري كنت باش ترجع كيما كنت قبل وسي با سا لو بوت معناها تجيب صغير باش تعاود ترجع كيما كنت قبل البرجولية فما حاجة في البارامتر نتاعنا مش صحيحة معناها فهمتو دونك كي تجيب صغير راك مسؤول على أن إتخوما أوني داكوغ معناها أنت ريسبونسابل على صغير انت ريسبونسابل على شخص على كائن حي يعني نجم مش تكون انت ريسبونسابل على كائن حي وتحب تقعد تعيش حياتك بالحريه اللي كنت نجم شنو ينجم يصير تنجم هكا الصغير هذاك وين انت من هو كان انت فهمت ولا الصغير هذاك تخليه عند امك ولا حميتك ولا نونو ولا بابا اخت شنو باش تعمل اما راهو باش تقعد ديما ترجع باش تقعد ديما فما حاجه ما نحبش نقول كلمه هولد يو باك راهو خاطر هي دازنت هولد يو باك he's gonna slow you down that's for sure معناها مما لا شك فيه هكا الصغير هذاك باش يعلمك تعيش على بيس على سرعه اقل هذا مما لا شك فيه معناها وزوز ما ينجموش ينكروا الشيء هذايا فهمت شنو اما فما حاجات باش تجي على حساب حاجات فما ساعات باش تقول ما نعرفش سيبا نجم نقول لكم انا تاو مثلا كنت عندي سفرة سونسي باش تصير في اكتوبر ما صارتش خاطر انا خيرت وانتي على السفرة هذيك سفرة عمل معناها فهمت شنو خدمة يا اخي خيرت السفرة خيرت وانتي على السفرة بدات عام الجاي كي يكبر يولي يتكلم يولي يلسكسبريم يولي نجم نحكي معاه كي نسألو وش فما وش ما فميش اسكو متقلق خاطر انا مشيت ولا لي حكيت لكم الكل يولي انا نجم نسافر ونخليه مثلا اما توا ان توكا انا جي انولي ان ترافاي على خاطر ولدي سي لا رياليتي دي شوز من الاخر هذه هي شنيا اخر مثلا حتى في الفان معناها انا وبوه ما من نجم نهزو انا عيلان السيرين توا تشدولي مازال ما يعطينيش قلبي كتبش عليك مازال ما يعطينيش قلبي نهز عيلان السيرين باش نخرج انا وبوه نمشي نسهر ولا نتعشى ولا تيتا هاو معانا الجمعة اللي فاتت حبينا نعملو ديت هزينا ولدنا معانا مشينا كينا سوشي مشي معانا دونك بوغ لو مومون توا ايلان نعيط له بورتكلي نتاعي انا بوه ينجم شوف فما قبل زاد قلت انا دي انا فونكو نتاع اعترافات ام انا نخليه كيما انا كيما بوه قلتها ولتوا نقولها كيما انا كيما بوه اما انا كريحان كام ما نجمش كيما انا كيما بوه مانيش منجمتها الفازة هذيك تاع انه بوه يمشي يسافر وسافر وهو عام ونص مشي مع اصحابه الغبيب لك انا راني يعني انا قلت له برا وامشي وميسالش خاطر ما نمنش لازم نكونوا زوز تاعبين واللي تفرجوا قبل يعرفوا الموقف تاعي من الحكايه هذيا اما
انا ما نجمش نسافر ونخليه معناها ونمشي مع صحابي نعمل دي. انا توا هبط لتونس بخطري بروشينمون، قلت علاش ما نخليش ايلان عند ما وشيراز مثلا، نسافر جمعه اوكي، نسافر نهار الجمعه في الليل رقد ايلان ندوسو، نسافر الجمعه في الليل نخلط شي غادي 6 نتاع الصباح جو باس توت لا جورني، ونعاود نسافر السبت الصباح ولا احد الصباح، هذا جوست 24 بعيد على ولدي. حق الحق البنات لي مزلت لي ما عينيش ما نجمش ما نحبش نو نو فهمتوا. دونك سي با ايفيدون الحق نتاع ربي راهو باش نبداو واضحين، سوني با ايفيدون مش سهله. دونك انا باش نسافر انا ولدي، كان عيني بنحب نمشي لفرنسا انا باش نبدل الجو ونعمل شوبينغ باش سي با. انا اللي هو مش قايم عليا هنا نمشي 24 ساعه ولا نهارين لفرنسا، اما نحب عندي ما عندي ما نعمل كوا فهمتوا. معايا ولدي وكا هو ما نجمتش. كان انتم عندكم ديزاستروس عملتوهم قولوا لي، انا راني مانيش خايفه من الامباكت عليا انا، نقول انا باش نتقلق باش نتوحشوا انا، هو باش يحس راه امه مش موجوده معاه، امه عام كامل يقوم عليها يرقد عليها يجي ويجو لون دو ما هيش موجوده في نهارو. انا هذي ما دخلتش مخي، صارت راي قبل في تونس، صارت لي قبل في تونس، خرجت خاصه نتاع الصباح روحت وقت لي ايلان ريقت، اما جو سي با فما يوم سيغتين بروكسيميتي نتاع اي راسي نسد روحي ونمشي نروح فهمت. جو سي با ان توكا كان انتوما عشتوها الحاجه هذيا والا عملتوها قولوا لي. شفتوا جو سي توكا الان تو باش يقوم مش باش يلقاني ايلان، اما في العشيه انا باش نروح بيه من الكاردوري، معناها ايجي تيان انا نروح بيه من الكاردوري فهمتوا واش نحكي لكم، ايجي تيان يا معلم. anyways حكيت برشا على الصباح 5:30 تاع الصباح وانا نهر ونحكي حكي مع لاباس. تشاو البنات رجعت لكم يا جماعه، باش نحكي لكم على فاست الريجيم زيتا كل مره نتفكر حاجه باش هكا. I love this, I love FaceTiming with you guys على الاخر انك ابديت لي اون ماي لايف والجولز نتاعي والحاجات هذيك الكل. دونك انا جيتي سونسي البارح نبدا في الريجيم القاصح، انا نقولوا الريجيم القاصح خاطر انا جيم بوندون دو سمان نحيا جوست السكر، معناها السكر لي فماش سكر نو، على اساس اللي وهذاك هو تو مازلت سكر لي لافخوي لا سكرية اللي قلت اول حاجه سكر باش ناكلها باش تكون في عيد ميلاد ايلان، خاطر البريود هذيك عندي عيد ميلاد ايلان عندي عيد ميلاد امين وعندي عيد ميلاد جود، معناها ثلاثه ونحب ناكل الحق نتاع ربي مانيش باش نحرم روحي في لي زانيفرسير فهمتو. ومن بعد مش مروحه لتونس ومن بعد جاي لي طون دي فيت، دونك فما ريغله باش نعملها راهي توا، معناها جو في فريمون ايتر ريغوروز فهمتو. حسيلو على اساس البارح باش نبدا توسكي سالاد كرياب ومانيش محضره انا كل شيء تعمل هكا لي ريغل تجيني. ريغل عندها اكثر من عام ونص ما جاتنيش، فموا معناها عامين غير 4 شهور، خما جاتني فيفري معناها جاتني اكتوبر تاو مي اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي 3 موا، عام غير 3 موا معناها ما جاونيش لي ريغل. قلت وانا جيتي اون مود نتاع ميكلا نحب ناكل ونحاول معناها اللي حتى كي ناكل وما حينش باش ناكل جرياد وسالاد الحق معناها الحق الحق ما نكذبش عليكم، نحب ناكل. البارح مثلا كلمته وقلت له نحب حاجه كامف اي وونت كومفورت فود معناها، مشينا كمان من عند جاك لوكوك خذينا دي برجرز معناها، وفي النص نهار خذيت مقرونه معناها عملت غافيولي باش تفهموا ايم ان ذا مود فور فود. اي didn't snack ما سناكيتش الجمله البارح، ما سناكيت جمله واحده ما خديتش سناكس جمله جوست هذوكم تو ميلز هذوكم. دونك قلت نكمل الجمعه هذيا باش نحاول ماكسي اليوم مش باش نعمل جنان تغميط بما اني شده ثنيه هكايا مش نتاع توا باش نقف على تيم هورتنز ناخذ قهوه وساندويتش وبعد مروحه باش ناخذ ساندويتش معناها باش ناكل فهمتوا. اسكو باش نجم نقص توا 6 نتاع الصباح باش نجم نقص الاربعه انا الماكله ميبي اما صعيبه الحق معناه نجم نقص الاربعة الميكلا او مي كونيسان ان توكا. بريف قلت ان شاء الله نهار الاثنين مشكلة تعرفوا فيش مشكلة اللي عيد ميلاد ايلان مش باش يعطيني مش باش يخليني نعمل لك الجمعتين نون ستوب، انا شتو جمعتين تحكم فيا ما قصتش اخر مرة قصت 75 كيلو دونك
هيك حسرتي كان نقيس من القرع 74 73 هذيك انا نحسي عندي برشا ستوك لهني هني فخادي نقصوا بالكدي بالكدي التور دو تايم تاعي نقص مازال عندي شحم منه ومنه مازال فما شحم مازال نحس غلاش مو اكثر من شحم فهمتوا لازمني سبور نقول لكم الاخر قاعده نعمل في الاندو شيب عند ايميل تاع نحس انا نحس في روحي كهبت شو غيقه من تناولت البارح واش باش نقول شهد لا اله الا الله محمد رسول الله فوالا شوف عيد ميلاد ايلان يعني هنا نبدا لو 28 لو 4 جمعه لو 11 رجع عيد ميلاد ايلان لو 8 ما حسيتش باش نرجع ليك السكر لو 2 تعرفوا شنو باش نعمل هيا الما باش نبدا الريجيم نتاعي انا نحب بالاثنين نحب نبدا بالاثنين عندي فيها موتيفاسيون ديما نستبيخت بها نبدا اي حاجه لي ريجيم نتاعي نبداهم بلاندي ديما نستبيخت بها باش نكمل الجمعه هذيا باش نحاول 2 ميلز بير داي معناها ونحاول لي كالوري ما يكونوش اوفر ذا روف اما نهار الاثنين باش نقضي باش نمشي نهار الاحد نقضي ماكله نقضي حاجات ونحضر معناها لي ستيك ولي كريات نتاعي ونحضر معناها التريب اللي باش ندخل فيه الجمعه الجايه فهمتوا باش يقعد في الجون انترميتون لا باش ندخل بريكفاست لبنات اي ثينك باش ندخل بريكفاست ونعمل معناها قبل الثمانية بما انه بوي يهزو قبل التسعة بلوتو قبل التسعة نعمل فطور صباح قبل ماضي ساعة فطور قايلة قبل السبعة شانيل جو بونس هاديك احسن حاجة باش نعمل بوندون دو دو تخوا سمان نعمل هاديك دو تخوا سمان ونرجع للتشيت دي نتاعي نهار الاحد ولا نهار السبت و الحاجه الاخرى الثالثه هكا باش نشني كل الحلو في الايامات الثلاثه هي ميتا اللي عندي وتقف غادي نحكي انا المحل شي شوكولا دبي نتاع مسكريكو دونك هذيك الشيء باش نعمل يظهر لي يب احسن حاجه اوكي جيل نعملوها هكاك مشيت معاكم اي هكا مع بعضنا شوفوا ديجا نبدا بيديا فيه هنا معناها ما قلت لكم في انستغرام تنبداو مع بعضنا I'm gonna meal prep next week لا روز لا حد شيء زيد باغ كونتخ 20 مينوت باش نخلع في البلاصة اللي أنا حاجتي بيها أما حسيت لو قعدت كل مرة تزيدني بالكانز 10 مينوت توصي باش نخلط سبعة ثمانية غدرجين قلت نخلط قبل بساعة من الرونديفو نتاعي ساعة غدرجين ساعة ودرجين هكا ناكل خاطر ما كليتش بيان ايفيدامون ما وقفتش ما فهمتش علاش ما وقفتش مش من عويدي اني ما نقفش اما ما وقفتش قلت هكا يقفوني قعدت كل مرة تزيدني درجة دقيقة دقيقتين من بعد عطاني ثنية أخرى خديتها دخلت الثمانية إن شاء الله بحذا البلاصة اللي باش ناخذ لها نلقى ما ناكل خاطر أم ستاربينغ جيعانة أختكم كو باش نعمل لكم كوكو الحق نتاع ربي عملت مونتاج لدو فيديو ثنية كاملة شدة شدة ميني غلط اللي نعمل في أين كان فورمي نعرف غلط شتى في ربي اما كلي حطيت في كرهبتي عندي كال اللي عاون باش يسوق باش تسوق دونك كامل نخرج يمين ويسار دونك كهربا ديما هي بلوز موا اللي تسوق وحتى في 80 نورمالمون نجري في 100 مينيموم 60 ماكسيموم 100 اثنين مش معبيه شديت يميني وقعدت هكا عين هكا عين هكا الحق قلت باش عليك something I would love to not to do مع ايلان ليه مع ايلان نسجت تليفون جمله وكي نبدا هكا في بلاصه كيما توا مثلا في المدينه كيما نقولوا احنا كيف ما نعملش معني ما نلعبش كوا فهمتوا نخلي تليفون على الشيره خاطر توا في الكاميرا هاندز فري اي حاجه هاندز فري انا ما قلقنيش انتوما كي نشوفوا حتى كي نبدا نحكي معاكم جينيرالمون وجهي عينيا ديما على
الكيس وما في الشون فيزوال متاعي. دونك مش هذا هذا ما يعنيش لان انا في صحيح باجدو. وكخديت هذايا فاست التليفون ولا تلصق بالذكير في التابلو دبور هكا هو اللي يلصق توا. ما نمسش لا يقعد يتيح، ما ساعات يتيح لي خاطر الذكير فهمت شبيه مش بالكدي يتنحى، اما حتى نشري حاجه بالكدي تتحط. إذا يدرقك الميكرو البنات، الميكرو وينو البنات، الميكرو وينو. I loved it. أنتكم تشوفوا. I get to order food. Hello, good morning. Can I have a coffee? Just a regular coffee. Medium coffee, regular. Yes, and I will have a bagel, a sesame bagel with plain bagel. No, with plain cream cheese, please. Is it a plain bagel with cream cheese? Yes, please. No, not a plain burger. A sesame. Sorry. Not a plain, not the classic burger, but the burger with the sesame. What kind of bagel? Everything bagel, you mean? No, sesame bagel, yes, with plain cream cheese. Everything bagel with cream cheese? Yes. Anything else? What's an everything bagel? Sorry, I don't know what that is. What kind of bagel do you want, ma'am? Sesame? Sesame. Sesame. You want sesame? Yes, thank you, sesame. Oh. Thank you very much. All good? Yes, you can. Thank you. That was quick. Sorry for the confusion. Cash, please. How much you said? This is 2050. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Have a good day. $5. أرخص فطور تشوفه في حياتكم. Okay, we lost 5 minutes. No, not even. Même pas 5 minutes. من 75 وقتها انا بديت في جويلي 2016 بديت 75 كيلو ظهر لي جو بونس كي خلطت لسبتمبر خلطت في 66 حاجه هكا 66 كانوا صعب باش نحيهم كمان معناه حاسيلو وقتها في فيونساي نتاعي الاولانيه عملتها انا في اوت كان حاس كان صدقني ربي نوزن 67 66 فوالا بعدها ضعفت بالكدي بالكدي في اكتوبر اكتوبر نتفكر طحت لل 64 65 انا كان تشوفوني 64 كيفاش راهو بس جو سي ميم با لا ميم بيرسون على ديك اختكم نحس في روحي مزلت في السبعينات ما طحتش للستينات ميم سي نلبس في 38 40 نحل هنا نحس في روحي برشا برشا حاجات خاطر مازال عندي الحليب اون فيت حسب الانتشار الحمد لله خليه قعد الحليب قد ما يحب مانيش مزربه باش نضعفهم المهم حسيت روحي نرجع ريحان انا بغيف كي ضعفت بالقدي وقتها نوزن في 65 64 شنيا نفطر ما نطيبش في الدار
ما عمري ما كنت طيب في الدارك برا. نيخو يا نيخو سالات سيزا اخو نحط فيها ربع متاع الصوص نتاعها، والا نيخو اون فيت البيجل هذي بيجل كريم، نيخو بيجل ونيخو معاه تشيز ونيكلو، وكانت one of my best meals ever معناها على الاخر. وجو بونس اللي عاوني وقتها لان ما نطيبش ايفيكتيفمون، معناها المغريات اقل برشا، وعندي تشيت دي واحد في الجمعه ونمشي ناكل فيه المقرن اللي نحب عليها والبيتزا اللي نحب عليها، اما توا المغريات اكثر برشا خاصه. صباح النور غو بونجور، حاضرة روحي باش نمشي نخدم، جوفي بيي أموري واضحة، يعمل هكا سي ولدي يقرر يصبح ريقد. دونك مانيش ماشية للبيرو باش نخدم الدار، مازال ريقد. اون فيت قام ساعتين، قام البارح برشا مرات، آخر مرة قام 5:15 ولا 5:30، رضعت وعاود رجع رقد 8:15. كان جيت حاجتي بيه باش يعمل لي سبت ولا احد راهي ما تصيرش، سي با غاف ربي فضل. اسير بس هكا لبت بالي باش نمشي كيما قلت لكم، بالي باش نمشي للبيرو يا اخي، مش باش يسهر ربي. دونك حق ام ان ذا وورلد باش نلبس، اي وانا دريس اب، نحب نكون حب أبقى en cours. عاود رجع باش يتيح كان يكمل في المنوال هذا. نمشي لولو فيق يا جماعه، من باي باي صحيتك امشيو نراكم بعد. هلو اسمعوا، I have content to film. سوري على المنظر اللي تشوفوا فيه، اما قلت خليني نجي الماكياج معاكم. دونك انا عندي 2 كونسيلرز، عندي هذا من شارلوت تلبري وهذا من ميك اب فور ايفر. نستعمل كل مرة بالفيلينغ الحق، مش عليش حاجة أكثر من حاجة، منكذبش عليكم فهمتوا عطاكم، منكذبش عليكم مش حاجة أكثر من حاجة، أما نستعمل نحس اللي الميك اب فور ايفر كوفرون أكثر من شارلوت تلبري، أما هذا ما يمنعش شارلوت تلبري إلي سوبر كوفرون. مشكلتي أنا الوحيدة اللي منحبش نستنطي برشا، نقلق ليترالي ما فما حد حاجه اخرى نقلق. دونك عملت السكين كير نتاعي اوكي، توا قاعده الماكياج. عملت اول حاجه راديانت سكين ريسكيو اسنس هذيا، ومن بعد ابليكي هذا شفتو، من بعد ابليكيت لونتي سيرن هذا فوالا شفتو كيفي اس از دان. باش نعمل شويفري انا ايوز ذس وان باش نشري دي فارا بابيير بهين، عندي راهو انا دي فارا بابيير ويت اتك جبتهم الكل. الحاجة الوحيدة اللي عم حاجات عندهم اكثر من عامي، دونك دي 24 جو سي با سي سي اون بون ايدي دي اج نتاعي باش نخليه بدلت شريتو جديد، جو فما حاجات نعرفش اسكو نخليهم ولا لي، اي دون نو بالحق، اي اونستلي دونت نو. هذه هي أوربان ديكي، ألوغ لا جو بونس ميم با استعملتو، ليترالي ميم با استعملتو، دونك نمشي نستعملو توا. يلزمني بار كونتر ستورج للميك اب نتاعي، هذايا مما لا شك فيه. أنا حاطة وحدة راني توريهالكم، شفتو حاطة هذيا لهنا، حاطة فيها الميك اب، أنا أي ثينك أي نيد أنذر وان، يلزمني كعبة أخرى كيفها، يا لوطا يا الفوق يا كلكو باغ، أو موا ولا كعبة بوتاقين، فهمتوا، نحط فيها بقى
لقيت الميك اب وعندي برشا مزلو مخبيين. دونك طب شد هذايا نخدم لاباس. نحب نعمل لاباس دبلة فاتحة باش من بعد نحط فوقها اللي انا نحب عليه، وباش نخدم حاجة سوبر نيود خاطر I want to film looks، معناها فهمتوا شنو هو looks بقدر ما هيش اسمها. نحب نلبس عندي برشا روب كحل، نحب نعمل بلاك دريس زيزو كلمة سكوتش باش تتعاقب راه صعيبة راني. نحطكم هوني باش انا نقدم اكثر. الضو حارة رهيبة في الدار في بيتي هذايا، اي بورتون راني مبدلة الواحد. ربي لحظة حسيو ما عادش عندي حتى حل اخر غير هذا، فهمتو؟ بيتك زيزو بيتك اي I don't like it. هذايا شو اسمها يو كان بي، خدمت معاهم طيارة بالحق من أعز ما استعملت غابور كاليتي بخي ياسر طيارة حق. مازالو عندي هذي بيوتي في الكوزماريك باي صافي، مستعملتهاش برشا خاطر لي كولوغ با تخي موا، أما كيف كيف أما شكون شريو منهم قالو ياسر محلين طيارة. يو كان بي كيف كيف قلتلكم بالحق من أعز ما تستعملوا في تونس، معناها كان تحبوا على اون مارك تونيزيان اللي وين تعمل هدى بيوتي يعملوا هما نفس المعمل راهو. كيف كيف هذي تبعتهم من ماما نو تشينجبل نو هذي فانتازي مفهمش. مورفي بيان سور غني عن التعريف، اما دوما يلزمهم يطيشوا البنات يلزمهم بالحق ديني تسوي تاير هو ذي 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 زي مش نيخو كعبة أخرى هكا أنا باش نستعملهم توا. أنا فيت عليش مش بهي إن نستعملوهم مرة أخرى يعملوا الحبوب وما يخليوش البشرة تتنفس وكرا حكيت لكم وكار إن توا كمان باش نستعمل باش نكمل اللي عندي وبالحق وعلى وشي البوبال حبش نلعب بوجهي. نحب دي تون شو هكا شوية مش عارفة شنيا الفازة اللي صارت باش وليتو نحكي معاكم ما قبيلها نزي بقى no problem. عملت الايلاينر زمني نيخو دي باليت جدد خاطر بالحق هذايا شمعينيش باش نلعب البنات، الحاجة الوحيدة اللي باش نخليها هي نيكت هذايا حتى هدى بيوتي باش تعيشها كانت عندي من عرسي الأول. That's nasty that's really nasty و فوالا دوك صافا الفيسينغ عين أكثر من عين حسيتها. طب شنو نعمل ماسكارا باش نحب نيخو ماسكارا بيتر ذان سكس قبرشا قلت لي محليها على الاخر سو اي وانا تراي ا نيو ماسكارا بتعرفوا شنو باش نعمل باش نصور بفمي نيود ونعمل جستري البركة ب بالأحمر. بيتك سيزو بيتك اي نعمل هذيك الفازة باش انا يلزمني حاجة نحط فيها لي ميك اب بروشز خاطر هكا مش حل نحلى بركة نحطوها من هنا لا تولي من القافيه على غالب بالحق على غالب. هلا دونك ذس از دان مزيت لي جوست باش نعمل نجرب شي كلام ليتس جو. ما قلت لكم نحب نعمل حاجه فيش
Ага. Барша. Магані більше не ходимо. Камінь пігмати. I don't like it, люблю їх. А то тарф цей, так. Зізу, бітик. Зізу, бітик. Хайдуркар. Ага. قمت اليوم على الصباح وعملت شعري زاد بكليتو حسيت روحي I want to film content فهمت عرفتوها الفازة نرسمها هو انا راني مانيش عاملة برشا من لوطة حسيت اني توا كي نحيت عملت اكثر نحب نصور الحريت يخدم نشين للتيك توك نحب نصور ريل ودوز ريلات انستغرام سو الحاج باش نعمل شنو هدا بيوتي هذايا الرجل لا ما يخيب الجمله شوفي برشا مروش شوك توك توا نشد نورمال راه عندي الكومباكت انا كنت علاش نقولها ولا انا هذيك البودر هي اللي ركح بها انا ليك ما عنديش قادر ركح بالمونتي سيغون باش نقص اكسلا نعاود ضربة اخرى ماسكارا اليوم ماما جاية بحذينها السبت كأديك كانت تخبيل سوربريز دونك لازمني نمشي لإيكيا اليوم نحب نمشي لإيكيا اليوم لازمني ناخو وانا كنت منا ولا منا باش نشري كوفرولي جديد و دوفي و كل شيء اما كنت نشريها من امازون لحظة قلت لكم كنت منا ولا منا باش نمشي ونشري افيك جاية بكري خليني نمشي نشري من ايكيا اقرب واسرع اون اكتيفيتي دو بلوس مع لولو نزور ايكيا نحب نمشي لوينر زيدا مش ما نلقى الميك اب ثينجز اللي انا نحب عليها باش نعمل هذا سيفوغا توا حليتو لاف باش نخليه معدا وهذا قالك ساتان مش معدا فوالا the hair is actually done جبونس يسوح بيان بيبي باش نخرج زيزو نبدا نصور والله باش تعرفوا معزتكم عندي رجعت جبتكم من الدار زمي نتعدى للبنك باش نمشي الايلاندر يطير شوية الله غالب ما نحبش نمشي بعد لربع البنات كذبش عليكم ما نصدقش ما نصدقش ما نصدقش عندي درجين نحكي والله العظيم درجين نحكي ونبان ما نصدقش بغيف شبيني ما عادش ننزل بغيف قلت لكم حاجتي خرجت مخر شويه باش تعدل البانكاز من صب شيك اورجون هذه حاجه الاولانيه نمشي نجيب ايلا باش نختار مخر شويه من بعد نمشي لايكيا باش ناخو هكا دي كوفرولي وفاستاكي خاطر طياشت لي عندي الكل بيان ايفيدامون مش طياشت روسيكلاج اسمهم مش نمشي هكا حاجه كي تفوت وقتها انا نهبل عليها باش باش راسي عدال هذا بيا نلقى تابي لبيتي شنو هي اخر باش نعمل الدار الحق نتاع ربي الدار نظيفه ماهيش مسخه دون لو سونس مسخ كي عملت الميناج عملت الميناج البارح نحكي لكم شب شب تراسي على الدار عنا البارح هكا نستنيو في اخبار وكل شيء دونك الحمد لله سي كو جو بوزيتيف ان شاء الله يا ربي سمعنا كان علم الخير يا ربي دونك
تالي في فصل الفوفع انا هذيك دونك نبدا على اعصابي ونبدا ستريسي ندور على الدار اختكم لميت الدار بالكدي وكها دونك كيسكو جالي دير كيسكو جالي دير تري تري بيان سافا 10 مينوت نقفل في الباك بالضبط قدرو تربي عاد كده لقيناها فارغه كيفاش كنت نحكي لكم ايه خرج بيني انا مانيش مركزه مش مركزه تضمن بيني نحكي لكم ومركزه واموري واضحه عمل هكا ما خدمش ما نزلتش بالكدي تاكم زاد ديزولي راه ما نقدش الميكرو البنات بان الميكرو تحلي في الكهرباء ويذني نلم الكهرباء اليوم فوالا دونك ايكيا نروح للدار ان نركح ايلان نركح الدنيا الكرسي نمشي نقضي ما عندوش ميكل ايلان اليوم واحنا بينا ما عنديش ميكل اليوم سايبه الماء على البطيخ مانيش قاعده ناكل اما مثلا توا ما 3:30 نهار كي من على قهوه ودي تختين نتاع بينا باتر اوخ بينا باتر سي تري كالوريك معناها ما كارنيش ناكلها فهمتوا بريف مش مشكل دونك نمشيو لايكيا ناخذ اي حاجه ناكلها من غادي ناخذ البيتزا نتاعهم ايلان كي راح بيه ياكل heureusement ياكل عندهم البنات heureusement ياكل في الكارتيري خاطر عندي انا ماكل الجمله حاسيلو دونك قلت لكم الدار حقبه المهم غدوه نهار انا باش نمشي بكري عندي برشا خدمه في 9 to 5 نتاعي ومانيش مزيت مش نلقى الموتيفاسيون دونك قلت غدوه نمشي للبيرو نخدم من البيرو الصبحيه كامله نمشي بكري نخلط البيرو في 8 هكا من 8 لنص النهار نص النهار ونص باك تو باك خدمه باش نقدم لماكسيموم بوسيبل ومن بعد نمشي عندي دويفري ماتي ساعة وحبيت نعمل مي تايم غدوة شوية نلعب معاها كان حبيت نعمل مي تايم غدوة شوية هذاك اللي باش يصير هذاك هو اللي باش يصير باش نعمل مي تايم باش نخليها عند بو غدوة نهار بو دونك انا المربوط باش يتسايب غدوة نمشي للبنكة ونجيكم البنات والبي رايت باك على اللي فيا البنات برافو خليني نركح دنيتي نركح روحي شويه درني شيء اسف جود ماما قلت لكم جايتني غدوه دوك غادا نعمل شويه قضيت فغلا ميم اوكازيون تعدي تشري تكوش الايلان خاطر نستعمل فيه حاجه ياسر تعيف قلت باش ناخذو سناكس نتاعو عاملين الكهرباء ما عادش عندي لو كان حبيت ما كهرباء كنت معبي امور سناكس ندري نجربو له واحد جديد ولا يعجبو يلزمني ناخو السالي خاطر دي ولدي كما تعرفوا يحبش ماكلتي الو باش ناكل كابتن هكا يقول ايز فيل باك ونزيد معاهم البافس اللي هو يحبه مع الاخر ويعجبوه في الكرهبة سوقتو هذو معها نقولوا هذا فاني بتدوس سوري هلا توا نمشيو ناخذو نمشيو ناخذو شنو ننزل ناخذ من الخوخ تشيز هذه على سبعة هكيك قلت احكي وحدها والله نحكي مع بس كتير جدا يوكي يا غرفة ما لها بعد غرفة هذا لما ايلان يكل اويكوس بنا بلوي اوكي يقعد نفسنا تشيز جماعة غيروا من التيك توك يهبط لهم سوري
كي هبطت لهم فلوج في تيك توك في كي قال لي احنا متمنيش نراو فيه في الانستغرام في اليوتيوب دوك هاي جبته لكم بيه شنين يخ هنا نحب على الاخر الموزاريلا هذا موزا شيداخ شيداخ نحسه قوي نحب الموزاريلا وين الموزاريلا اها الموزا ناخذوه لايت هذا This is good. أمال بابلي هذا أنا نحب على الأخر البابلي بابا دي جدا منعرفيش So I'm gonna go get one اخر مره جربت لا كرو يسر بنينه ما فهميش هذوك اخر مره جربت لا كرو ما جو بونس ماهيش موجوده ما يسر بنينه كيفتي زيرو ايديا بواسون ا لو بيتيون زيرو كالوريز ما كومبلمون سيت سبيتش يجي نستعمل هذا اوكي نسيت أبر I completely forgot. ربي اكتبوا لي يا ما اكتبوا لي شنو نسيت خاطر انا قلت لكم متاكده نصف على قدي يا ابني انا ام نت كومفورتبل باش نتحمل الماكسي ما تفكرتش شيء You guys, l'inflation is real. بالحق والله. بالحق ما خديت حتى شيء. ما خديت شيء معني. ما خديت لا الحم لا خضرة لا حتى شيء. 175. 175 دولار. 300,000 تونسي. 400,000 تونسي. L'inflation is real معني. الدنيا خليت في البلايص الكل. شو خديت؟ غالي كوش كوش ب 40 دولار خديت حاجات معني هذه ألفي وريدي تو جو بالرسمي خديت حاجات تو جو على الاخر كوا بغيف الحمد لله الحمد لله واحد عنده فلوس وينجم يشري وياكل الحمد لله البلاس اللي عملته اليوم اللي انا خسلت كرهبتي I'm so 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 freaking happy for myself ما عندكم حتى ادنى فكره بالحق كرهبتي اخر مره شفتها اوسي نظيفه وقت اللي شريتها ولا وقت اللي شريتها مع ايلان جو بونس اي نيد تو 100 دولار بير مانث ولا بير 2 مانثس نيد تو بي ان ذا بادجت معناها اموا مره كي باقي في الشهرين ثلاثه اشهر دائما شو تخسر لنا نقول لكم انا حتى الفيفري هذه راه انا من الاخر نقول لكم خاطر وي غانا بي اون اند اوف ترافلينج معناها من الاخر gonna be so much traveling الحمد لله اللي بالرسمي مانيش I'm not gonna pay attention معناها to the car باش تكون اخر همي كوا الحمد لله كما قلت لكم ديما الحمد لله لاباس بس تشيز always
لوسي مش شبيك لحدا صاحبه دونك انا ايلا نراسي راسو يعشي الكليب يخرجهم ويمشي لا وي انا اي كان سوفلي دونك توا نحط الدبش ليتس جو جي ديجا خرج ايلا ونوازيت يتمشي تذكرتش كرم شوينك هلا هاكم لنا ترى نجمو تقعدو اتراكس مي ماني ها والله رجعوا ديما يضيعني Si tu veux, tu peux le ramener pour qu'il mange. C'est bon. Banane Luma. She loves bananas. Je vais mettre une taille de gnocchi. أنا نحب ذكرى معايا لين يوكي ما تصورش هيك عليش مش غسل يدي قبل مرة أخرى ضعت يلا ما عادش ندي عالي باش نطيب لين يوكي أو بيستو Thank you.
On est bon. Il y a combien en gros, 24? Hein? 24? 23. Je m'en fiche, je pense. Tchac. Maintenant, il danse quand tu fais ça. Ok, attends, laisse une seule seconde. C'est pour ça que j'essaie de voir le siège auto. Une kiss pour vous deux? Si tu veux toi? Non, je vais manger là-bas. Je vais garder pour des légumes. On n'a pas de légumes pour lui. Pour Aylan? Mmh. Bah, c'est sûr qu'il mange des légumes et tu pourrais à la garderie. C'est pour ça que je me laisse. Et là, il a aussi cette compote qui est plein de veggies et bif. Je ne donne pas seulement des nutriments. Ah ok. J'avais pas vu la compote. On va garder un plat et tout. Tu vas aller voir, je savais pas. Ouais. Oh non, j'ai pas fait une faute. Non, il y a les sparadras là. T'es sûr? Mais c'est sur la couverte. C'est écrit quoi, confort? C'est. Ah, ça va être. Ben, je sais pas, c'est. Coupe cintrée et extensible. Non, ça n'a pas l'air d'être un stick. C'est là, mais bon. Ça prend pas. Ouf. C'est bon. J'avoue, c'est trompeur. B? Oui? Laisse-moi faire ça et mange pendant que c'est chaud. Tout le fromage va durcir après sinon. Hey, avec le petit, moi je vais faire. Thank you.
il a adoré les gnocchis cette fois-ci. Ah, tant mieux. Mmh. T'as pas ramassé le caca à Zizou aujourd'hui en bas? Non, t'as fait ta... Ah, c'était bon, hein. Mmh, les bonnes gnocchis, merci maman. Merci maman. Merci maman. Merci. اليوم تلمون كليت برشا باش نعمل طقمان صغر. بحكي معاك دولا نحكي معاك انت مرة دي Bonjour. Allez, Cynthia. أتحكينا صباح عاوز جدا. طرفي الصباح سي أيلان قرر إنه يشد لي قهوتي ويأب يبزحها. أغوزمو ما كانتش سخونة. بالحق أغوزمو ما كانتش سخونة. أكهو. سي تو سكو جو بو دير. فطوري أنا مزي. دونك باش نفطر خاطر حسيت وجاع. انا فطوري يجي ربع ساعه اخرى انا مزال كاع معايا فون يجي دون 10 مينوت بلوتو فطوري ما حسيت اللي لولو جاع اش عندنا اليوم كيسكونا منو ايلا عندنا افوكادو فلفل وهذه كاسديا شو بشكلها ولا لما حالا خذ الخبزة مش باش تعجبو الخبزة تو حدا حبنا عنده باش ماكلاش لافوكا لافوكا اتس ا فيري جود فات باش نجربولو لافوكا لا مش بونس عجبتو الكاسة الجاي كيما البارح عجبو النيوكي زادا تاها C'est ça qui est ça, et je mets un. Un petit choix et marocain. Il partage. Tu partages. Merci. Bienvenue dans ta aile. Hop. Bye. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour. مي روتار على ايلان ماشيين الاربعة واربعة وكهو ما صلينا العصر ما كملت الخدمة الا ما احلق امشي شوية كركيس فيها انا جمش نجري اكثر من 190 في 90 معناها شفتو هكا شفاكس معطو على وذنيكم تواريد على 90 حاسيلو مشيو جيبو ايلان بعد مشيو لسان بروميناد سان برونو ما طيبت لنا اليوم سيفة كوسكسي لا يو على علي وريحة الملوخ وقت اللي تلوها الملوخ بزيل تعادل كي ركبتها اما هي وقت اللي تاكل كي بعد غدوة بعد غدوة وقت ايه بعد غدوة ما خايت كم الكوسكسي ساعة ما ناكلوها على الهارين انتي جاي على الهارين مش مش تسي على الهارين وقت ايه غدوة ان شاء الله غدوة باش نكمل الخبز ماشي الخبز اللي باكيت سخونة غدوة في الشارع خانة في الشارع بعد غدوة هذيك تسقط اللحم بعد غدوة خلي ساعة حاسلو بس هيك عملت هيك مش الصبيح ما نشوف فيك تعملي فيه كذبين يعني عينك عيني عينك شفتك الصبيح تعملي فيه بغيف دوك
نمشيو نجيبو انا نمشيو للبرومينات تاع برونو عاودي قديش من مره راه هي تقعد تقص يا عجبكش يا كعريره نقول كليم ولا ننسى نحكي حكايته وننسى والله ابديت لهني عملت الابديت في الانستغرام عملت الابديت في التيك توك تبع رمضان الابديت نتاعنا نتاع اليوتيوب على اللي عملناهم هذوك معنا شهر اللي حاتينهم كيما السكر لي نقوموا بكري فمشري ديتوكس ثم حاجه رابعه نسيتها بيان ايفيدامون اي الميكله في الشارع برشا ليتا وماما جدتي في الشارع قبل ماما ما كنتش ناكل في الشارع كلنا ماشيين سته زيت شهرين نقصت 5 كيلو 300 غرام تاو نوزن 70.6 هو ايديالمون باش نشيكي بدني فهمت خاطر 5 كيلو كمان برشا تتسمع طيحهم معناها باش نشيكي بدني نورمالمون نعمل هكا جمعه كيما ناكل نكتوي نمبورتو كوا فريمون لا نخلي مالح لا نخلي حلو ستابيليزاسيون اي مش تو اي نمبورتو كوا معناها كيكا اما ناكل مالح والحلو معناها ناكل اما جيني عيد ميلاد ايلان جمعتين اخرين ونحب وقتها ناكل السكر ومعي وكي عملت تشالنج سكر شهر كامل لي باش نكمل فيه فهمتو شوفي تيحلك السكر ما يتيحش لاباس عليه ما عنده ما يتيح عنده منين يجبد الريزيرف باش فيه تما السيركولاسيون هذيك باش نمشيو فيها ايما نرى لوليدي هاكا بقات تتحرك راه حنقات رانا خرجنا من قبيله راه ماما نستنيو فيك درجين سنة فيها أنا وليت لا ماما أي والله كملت الخدمة زيد قسما بالله أنت قاعدة ماما قلت لها ماما قوم ألبس باش تصلي صلت ماما أنا كملت وصليت وحاضرة وخدمت ما 3:30 وماما ما صلتش حاسي بعرف مش هذا موضوعنا دا كانش مبلبس شوية على ماما الجمعة هذه في المالح حلو باش نكمل حتى العيد بنت أنا بزيد جمعة أخرى حلو معناه ليه كنت روح ما نعمل السلاد غريات اكحب هذيك اش باش يصير سلاد غريات يعني كل كان سلطه وغريات اكها اي سلاد وغريات سلاد غريات ما فهموا انت علي تعلقي هم فهموني خلاص فما سلاد غريات سلاد ومع غريات حسيب باي البنات نقول باش نهبطكم من الدار وما نهبطكمش ننسى فينا مشى للبيرو يا جماعه البارح الى البيت يقلب السخانه ملي تولد للبارح ولدي اول مره يوصل 40.4 سخانه نبكي بكيت بالحق بكيت مانيش مستانسه ما نحبوش يمرض مش ما نحبوش يمرض معني ما نحبش بخفير ما يمرضش بكا كيما اي ام تغيده باش تشوف ولدها مرض ضغط بالسيف طاحت له ولا محل طاحت له في الليل راه وصلت 37.5 الحمد لله والصباح عاود طلعت دونك انا ديما نخاف من الليل معناها بيتا قاعده نحب نعس عليه كل ساعه كل ساعتين ماكسيموم ما نبداش رقدت 6:30 الحمد لله ماما جات حذايا بالرسمي الحمد لله ماما جات حذايا بقى 20 نجم يصير فيا خاطر انا جو سوي كونتر اللي توني هو اللي يسهر في الليل على خاطر تو سامبلومون ما ينجمش ان توكا توني عنده اون ميغرين كرونيك من راسو ما ينجمش يرجعو في النهار كيما يرقدش بيان ايفيدامون راسو يرجعو دونك سي سا تو سامبلومون هذاك هو اللي صار دونك يلزم انا نسهر بيها اي لا رقدت 6:30 ماما هزتو عليا جاوني 8 قوموني هكا سي سا كي سا تو مشى للبيرو عندي حد اما هذيا ياسر علاش هكا عليه علاش علينا نطشتو سمحني الله قلت لكم توا حطوا لي ميتينغ 5 تاع العشيه دوك عندي ميتينغات يبداو من 3 يوفيو 6 ولازم نجي للبيرو باش نكون حاضره فيهم ام غانا بريزنت سو ذاتس واتس اب وكا ما فطرت شي توا ولا راسي يوجع فيا مانيش جعانه اما نحب ناكل الجمعة هذه ما شاف الماكله برشا قلت مش مشكل بما انه ماما مش بس قلت لكم وليت 70.6 قلت نكمل الجمعة هذه تبلبيس في تبلبيس كان السكر ما بلبستوش كان السكر ما بلبستوش ما سنتوش ما درتش بيه قلت نكمل نكمل معني مع ماما الجمعة هذه وابارتيغ من نهار الاثنين الجاية ندخل فكا ريجيم القاصح نتاعي سلاد وكريات هكا هاو وان شاء الله نهار الاحد باش نعمل عيد ميلاد ايان ما باش نعمل عيد ميلاد نهار
نهار الجمعة يعني في داما معناه باش نعملوا عيد ميلاد وحدنا في معلم انا وياه وبوه، ونهار الاحد مع الاصحاب والحبيب. دونك نهار الثلاث قلت شبي على نهار الثلاث، قلت نهار الجمعة نعملوا انا خبزة جاتو في الدار، ما نحطش فيها السكر، بنحط فيها فارينة بيان ايفيداما او نحطش فيها سكر، نعرفش كيفاش نعملها، هكا لازم تكون a healthy one. Je sais pas encore الحق. We will see. إذا بي نحضر عيد ميلادو، تمي نحضر عيد ميلادو، راني ما حضرت حتى شيء. حق واحد الناس في راسي ومسكت.